السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هشتغل الترانسفير اللي هو الطباعة على الخشب. الموضوع ده انا بتسائل فيه كتير وانا ما نفذتوش، بس هنفذه قدامكم في اول فيديو ليا ان شاء الله، وتشوفوا النتيجة. انا عملته قبل الفيديو مع تجربة وان شاء الله نجحت معايا، فيا رب المرة دي كمان تنجح واوريكم بالظبط اللي انا عملته. اول حاجة طبعا الخشب، اي نوع خشب عندنا. انا ده شغال على ام دي اف، ممكن قوي على خشب عادي اللي هو الفاتح العادي وفي ثمرة الخشب. يفضل ان احنا ما ندهنوش، بحيث ان انا لما اطبع الصورة عليه تبان تحتي تجزئة الخشب. لكن انا اللي عندي ام دي اف وما فيهوش اي طباع اي حاجة، قصدي اللي هو الثمرة مش باينة، دهنته ابيض علشان لما اطبع للصورة الصورة تبان ألوانها صافية. بعد ما بدهن الخشب باللون الأبيض أكليريك أو بلاستيك أو أي حاجة بقى لون أبيض، عندي جيسو مثلا أي نوع أبيض، هاجي أنا استخدمت الغيرة ده، جبته من سمير وعلي داخل القاهرة أو داخل مصر، بيشتغل بالنوع ده، هو ده اللي جاب نتيجة حلوة في ال، وممكن برضو ونيش مائي بس ده افضل. اللي خارج مصر ممكن اي نوع غيرة عنده هينفع معاه، لكن احنا الغيرة الاوكي طبعا بيغير فما بينفعش. فانا دلوقتي هحط غيرة عادي خالص من النوع ده على الخشب، وادهن على الخشب كله بشكل، اوزع الغيرة بشكل صح على الخشبة كلها، ما اعملش فراغ علشان الصورة لما تلزق يكون كله تحتها غيرة فتلزق صح، ما تعملش هوا معايا. واضح؟ فانا هعملها هوزعها على الخشبة كلها بالفرشة او بالاسفنجة او بالرولة، المهم ابقى مطمنة اني الغرة على الورقة، قصدي على الخشبة كلها. وبرضو احتياطي نعمل على اللي هو الوش بتاع الورق اللي معايا. يبقى انا كده وزعت الغرة على الخشبة كلها، شايفها ان هي بتلمع، فكده معناه اني الغرة اتوزع بشكل صح بشكل كله، وخصوصا ان انا بكرر وبعيد على المكان. تمام. هاجي برضو زيادة امان معايا، هدي وش غيرة على الورقة. الورق معايا هيبان طبعا الغيرة عليه اكتر من الخشب، لان الخشبة ابيض مع الابيض مش هيبقى باين قوي. فانا هنا كده على الورقة كلها وعلى الخشب. تمام كده خلصت. هعمل بعد كده الخطوة الثانية، ان انا هلزق وش الصورة على وش الخشب وخلي الظهر الصورة ليا. ويفضل يكون مقاس الخشبة قد مقاس الرسمة او مقاس الصورة. تمام كده هعمل بحيث ان انا اطمن اني الصورة كلها لزقت بشكل صح، ومع كده ان انا بطلع معايا كل الهواء. ممكن بايدي وممكن بفوطة وممكن بكارت نمشي عليه، كارت ناشف امشي عليه، اي حاجة بحيث ان انا ابقى ضامنة ان انا وانا بشتغل بطلع كل الهواء وبلزق الصورة بتاعتنا على سطح الخشب بشكل صحيح 100%، وما يكونش فيه هوا. انا دلوقتي
ممكن قوي. بعد ما بخلص ببص على بعمل الخشبة بالمنظر ده، هيبان عندي لو في فقاعات هواء او في اجزاء من الورقة مش ملزوقة حلو هتبان معايا كده، باينة ان هي ملزوقة كلها، مفيش اي تكتلات ولا اي هواء داخل بين الصورة وبين الخشبة. هسيبها يوم كامل 24 ساعة بحيث ان انا ابقى ضمنت ان الغيرة نشف تماما والصورة الملونة طبعت على الخشب بشكل سليم 100%. يبقى انا سيبها يوم كامل ونرجع نكمل الخطوة اللي بعد كده. كده بعد ما عدى يوم تقريبا انا سبتها اكتر من 24 ساعة ونشفت، واطمنت انها نشفت خالص ومفيش هوا بين الورقة وبين الخشب، هبتدي الخطوة رقم 2. انا عندي سفنجة اهي، هبلها مية، عندي مية والاسفنجة كمان، هاخد مية كده وابل الورقة بتاعتي. ممكن قوي بايدي اخد مية وبل، وممكن بسفنجة يعني المتاح بالشكل ده كده. باين واضح اتبلت الورقة خلاص، بانت من تحتها الصورة بتاعتي. اعدلها علشان انا كده مش شايفاها، اهي كده معدولة. هبتدي بايدي افرك ظهر الورقة، هيطلع معايا الورق الابيض، ولكن انا ممكن انتظر شوية بحيث اني ما خليش الورقة بتاعتي تكون مبلولة قوي علشان تبقاش بايشة وبعدين يطلع اصل الرسمة معايا. فممكن قوي استنى تكون الصورة مندية وابتدي افرك الورق. شايفين بيطلع ازاي بسهولة جدا؟ يعني يفضل اني المية ما تبقاش كتير على الصورة، عشان المية كتير هتبوش الورقة ويبقى سهل قوي تتقطع مني. فخلينا تكون مندية بس، او انا ده يعني حطيت عليها مية دلوقتي، استنى شوية ممكن تنشف وبعدين ابتدي افرك. وبعدين وانا بفرك الورق او بشيل الظهر على خفيف، ايدي يعني مش مثلا ايه بعمل جامد كده على الورق، لا بعمل بشكل دائري وخفيف قوي، والورق بسهولة بيطلع معايا اهو. شايفين باين ازاي؟ كده واضح. فانا هفضل اعمل كده في اللوحة كلها بنفس الترتيب، يعني بنفس الطريقة، واعمل شوية اعمل شوية كده وارجع لكم تاني، وهسيبها شوية تنشف على خفيف لانها اتبلت بشكل جامد، فانا مش حابة ان انا اشتغل بيها وهي مبلولة قوي عشان الصورة الأصلية معايا ما تطلعش. شايفين؟ وبعدين وانا بقشر ممكن بتتقشر على بعضها قطعة، هخلص جزء ونرجع نشوف عملنا ايه. شايفين الورق طلع ازاي؟ ولسه طبعا في طبقة تانية، دي الطبقة اللي هي اولانية خالص. انا عملت من فوق لتحت في اتجاه الصورة كده، لقيته بيطلع ازاي سهل جدا معايا، في الطبقة بتطلع شرايح. شايفينها ازاي؟
اجي من فوق انزل انزل ممكن الطبق جنبي قبل صوابعي وانا بشتغل. لما لقيت الورق نشف خالص قبل صباعي واشتغل اهو بيطلع بدون فرق بسهولة جدا. دي الطبقة اللي هي البيضة اللي في ظهر الصورة. اهي شايفين دي تقريبا رقم يعني ورقة ظهرها ممكن يكون كذا طبقة. انا كده خلصت اول طبقة ولسه اللون الابيض موجود قدامي. هبتدي برضو اعمل تقشير تاني بلل خفيف كده. صوابعي خفيف قوي البلل وافرك تاني. بيطلع حاجات خفيفة ورفيعة مش عارفة الكاميرا مبينها ولا لا. غير الكتير اللي هو اول طبقة المليانة اللي عاملة زي كأنها كرتون في ظهر الرسمة دي مرة واحدة بتطلع بسهولة. هاجي بخفة بقى للطبقة الخفيفة اللي هي ماسكة الصورة. خفيف قوي وافرك كده بلل بسيط وألف. طبعا بالراحة علشان ما طلعش الرسمة بتاعتي من على الخشب. هيبقى كده انا بشتغل على يعتبر كده تقريبا الطبقة التانية. بتطلع بفرق رفيع خفيف ازاي اهو. وبيبتدي يبان الرسمة بتاعتي. بس انا برضو مش عايزة مية كتير علشان الرسمة ما تطلعش معايا. هبتدي اطلع الرقم اتنين اللي انا مسميها كده يعني. هي ما فيهاش ترتيب اساسا. وبعدين نرجع مع بعض تاني. انا بس كنت حابة ان انا اوريكو ان الورق بيطلع شرايح مع بعض بسهولة جدا. والطبقة التانية او الخطوة التانية اللي هي فرق رفيع خفيف اللي بيطلع عشان يبين لي الرسمة بتاعتي. خلص الخطوة التانية بسهولة كده. وارجع لكم تاني. شايفين بيطلع خفيف قوي وفي نفس الوقت بيبين لي الرسمة بتاعتي ازاي. بالشكل ده هخلص ونرجع تاني. كده النتيجة بعد ما شلت الورق كله. في بعض الاجزاء فيها مجير لسه. ده مش ورق. انا دلوقتي هبل ايدي خفيف بعدين امشي تاني على الاجزاء اللي هي تحس ان هي مجيرة شوية بحيث ان لو فيها لسه ورق يطلع. دلوقتي انا ما بيطلعليش حاجة. ايدي نظيفة. معنى كده ان انا خلاص طلعت كل الورق اللي ظهر الابيض. وزي ما قلت لكم مش عايزين مية كتير. المية كتير بتقشر في الارض الملونة نفسها. كده خلاص انا مفيش اي ورق معايا. الجزء ده مغير. الجزء ده كان مغير. النتيجة دلوقتي ان انا بعمل ايه. بضيف امسح الصورة كلها بزيت. زيت بيبي اويل. انا ما عنديش زيت بيبي اويل. عندي زيت عادي. زيت شعر قديم عندي ما بستخدمهوش. ما هو زيت بيبي اويل برضو هو زيت شعر.
المهم انا مش عايزه احطها على حاجه عشان ما تبقعش. هاخد بايدي يعني الجزء ده اللي هو اكتر حاجه مغيره، همسح المسح نفسه بقى، ده بيشيل لي كل المغير وبيلمع لي الصوره بشكل جميل. باينه ارفعها شويه كده اهي النتيجه، الصوره ظهرت حلوه قوي وكل اللون الابيض المغير اختفى واللون الالوان الطبيعيه بتاعت الصوره بانت اهي. همشي على الصوره كلها، انا الجزء ده عملته قبل الفيديو علشان اشوف الفرق ووريكو الفرق بين اللمعة وبين المغيرة. كده انا خلصت النتيجة كلها بتاعتي، امسح الزيت على الصورة كلها، ولما يتشرب الورق هدي طبقة حماية بالورنيش، وممكن الزيت اساسا معايا حاسة ان هو حامي الصورة كده. شايفين النتيجة حلوة ازاي؟ بصراحة طلع النتيجة حلوة جدا. واللمعة من الزيت يعني مش شرط ان لو مش عندي زيت بيبي اويل ان انا المشكلة تبقى عندي. هغسل ايدي كده من الزيت واجي اعمل الاطار بتاع الصورة بتاعتي. طبعا انا لو الصورة مقاس نفس الخشب خلاص انا مش هحتاج الون اطار. انا دلوقتي الصورة تقريبا مقاس السوق الخشب بتاعي، ولكن في الجناب بتاعتي مازالت معليهاش ما جاش عليها صورة، فبالتالي لونها ابيض اللي هو الاساس بتاعي اللي انا دهنت بيه. هحاول ان انا اعمل اطار ذهبي بلون التاج بتاعها وبلون الطرحة يعني، بس تنشف شوية من الزيت تتشرب عشان ما يأثر ليش على الالوان، واغسل ايديا ونرجع نلون مع بعض الاطار اللي انا هعمله للصورة التشطيب النهائي. هبدأ دلوقتي اعمل الاطار للوحة. زي ما قلت لكم لو اللوحة كانت كاملة ما كنتش هحتاج اعمل اي حاجة، لكن هي عشان فيه بس خشب لسه باين ابيض، انا هعمل اطار باللون الذهبي اداري بيه الخط الابيض، ذهبي مائي زي ما احنا بشتغل بيه كل مرة اهو، ده من عند محل البويات. انا هعمل بس هداري الاطار بتاعي الخارجي، وممكن ادخل خفيف على اللوح بالشكل ده. هعمل كده الاطار كله واشوف اذا كان انا احب ادخل خفيف على اللوحة هيبقى بالشكل ده. باين هو كده، وبكده اكون انا خلصت اللوحة كلها وجملتها بالاطار وكل حاجة تمام، واللون زي ما انتوا شايفين النتيجة الحمد لله كويسة مرضية بالنسبة لي. اتمنى يا رب تجربوها وتقولوا لي اخبار النتيجة بتاعتكم ايه. وكده انا خلصت اللوحة كلها، ناقص بس الجزء ده هعمله واوريها لكم هي
على بعضها. ده كده الشكل النهائي للوحة بعد الطباعة، واتمنى تجربوها وتقولوا لي النتيجة، وراعوا كل الملاحظات اللي انا قلتها اثناء التسجيل. وشكرا، والى اللقاء في عمل جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.